2454 الذراع الإعلامي لمجموعة أدنف، برزت وجودها في الكونغرس العالمي للإعلام. استخدمت منصتها للكشف عن 3 خدمات متكاملة لتعزيز المشهد الإعلامي في أبوظبي. نحن فخورين بالكشف عن الاستوديوهات الجديدة في المنطقة الإبداعية ياس، وإطلاق منصة البودكاست لتوفر لصانعي المحتوى قدرات تسجيل ميدانية عالية الجودة، بالإضافة إلى استحداث خدمات إعلامية إبداعية تضيف قيمة للمنظومة الإعلامية المتكاملة في المنطقة الإبداعية ياس.